بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، صف السادس الإعدادي العلمي والأدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، محاضرتنا اليوم طبعا محاضرة نفس ما عودناكم أنه ناخذ القواعد وكذلك الإسقاطات، تمام، وسؤال الإملاء أيضا ناخذ من اليونتات اللي نشرحها. طبعا اليوم عندنا سؤال الإسقاطات، هذا السؤال يجيني بالسؤال الثالث بالطريقة اللي تشاهدونها هسه أمامكم. راح نقرأ الإسقاطات وكيفية مجيئهن، وممكن أريد من عندك ورقة وقلم تكتب الدلالة على الإسقاط. واحد، ممكن الدلالة هي اللي تجيني، مو شرط أنه الإسقاط يجيني. واضح؟ يلا، عندنا أول كلمة investigating معناها تحقيق أو يحقق، witness معناها شاهد، fingerprints معناها بصمات أصابع، arrest اعتقال، unattended بلا عناية، يعني بلا واحد يهتم بها، dispose of يتخلص من، pickpocket نشال، crime scene مشهد جريمة. هاي الإسقاطات اللي يشوفها باليونت الثاني، طبعا هاي جدا مهمة وزاريا دائما تجي وتتكرر بالوزاري. شلون تجيني؟ يقولوا راح ناخذها وناخذ أيضا شنو الدلالة عليها. When the police got the فراغ، police got يعني وصلوا إلى فراغ، المن إلى crime scene مشهد الجريمة، police got، إذا لقيت police got فتأخذ لها كلمة crime scene. زين، ممكن crime تجي لكن scene ما راح يخليك إياها، تجين على شكل إسقاط والعكس صحيح. they found فراغ and فراغ جاية هواي وزارة هاي. footprints آثار جريمة and fingerprints وبصمات أصابع. زين، the police are still the police ما زالوا. إذا جتني هاي العبارة أخلي له investigating معناها يحققون the crime بالجريمة. السؤال الثلاثة، the police think they will إذا لقيت someone soon مع كلمة police معناها arrest، الشرطة يعتقدون سوف يعتقلون شخص ما حالا. The police أو police caught a فراغ، police مسكوا، يا هو pickpocket إذا لقيت كلمة police caught بعدها فراغ فأكيد أنه مسكوا pickpocket النشال. Who had stolen several walls and mobile phones at the airport. جيد. A passenger had left. هاي العبارة إذا أجتني A passenger معناه شني؟ المسافر had left ترك. Unattended الجواب مالتها أو يجينا هذا الفراغ نضع فيه Unattended بلا عناية baggage. طبعا ترك أمتعته بلا عناية، بلا أحد يراقبها. In the waiting room في غرفة الانتظار while he bought a magazine بينما هو ذهب ليشتري شني؟ magazine مجلة. The thief had فراغ the stolen property when the police found him. طبعا هنا أنا the thief had اختار لها disposed of تخلص من، the stolen property من السرقة when the police found him عندما الشرطة وجدوه. The police talk to إذا وجدت كلمة the police talk to الشرطة تحدثوا إلى، المن witness وأيضا بدلالة بعد. Who said she has seen الذي قالت بأنها رأت seen رأت a robber stole the items. انتبه لهنا أنا. إذا لقيت مثلا the police talk to تختار لها witness. Who said she had seen. She had seen أيضا تأتيني على شكل يعني دلالة.
لهنا هذا بالنسبة للتمرين الأول. نجي ناخذ التمارين الثانية. طبعا طلاب، قبل لا ناخذ التمارين الثانية، عندنا جميع اليونتات الموجودة بيها، خلي لكم بهاي الملزمة الإسقاطات مال الفصل الثاني مثلا، الفصل الأول اللي جاءت في الوزاري مثلا. السنة أجتنا A pergola can hide behind trees and bushes. لاحظ أجتني هاي الجملة سنة 2022. هاي الجمل تتكرر سنويا، شوفها. فإذا تحب تأخذها موجودة بالقناة التليجرام. أيضا عندنا سؤال توصيلات يجيني أو يجيني على شكل تعاريف، وكذلك يجيني على شكل إسقاطات. طبعا النقطة الأولى يقول rules that everybody in the country must follow، قوانين أو قواعد rules that everybody، لأن كل شخص يجب أن يتبعها في بلد، شو اسمها؟ laws، قوانين. انتبه، فمن خلال كلمة rules تختار كلمة laws. أوكي، إذا جتني على شكل توصيلات. get information، الحصول على معلومات. get information، دلالة. about crime، حول جريمة. شو اسمها؟ investigate. اوكي، put someone in prison، وضع شخص ما in prison. prison معناه سجن. شنو هو؟ arrest، تحقيق، سوري، اعتقال. كلمة تحقيق هذه بالطابعة خطأ. يلا، person who saw or heard، لاحظ person، شخص، who saw، شاهد، شاهد، or heard، أو سمع، something at the time of crime، في وقت حدوث الجريمة. شن هو؟ شن سهل هذا؟ witness. ممكن يجيني تعريف ال witness، witness فراغ. شو تقول؟ person who saw or heard something at the time of a crime. يلا، a person who steals money from your pocket، الشخص الذي، person who steals، الشخص الذي يسرق money from your pocket، شو اسمه؟ pick pocket. اوكي، ناخذ التمرين اللي بعده. هاي التمارين طلابنا الاعزاء حاول تحفظها. هسه كملنا ان شاء الله اليونت الاول، بدينا باليونت الثاني، كملنا من عنده القواعد، وقعدنا بس موضوع واحد وهو الافعال السببيه. ايضا راح نلخص لكم اياه ونشرح لكم اياه، لكن هاي التمارين مهمه جدا، ما يصير نعتمد فقط على القواعد، لان بهذه نقدر ننجح. بس بالقواعد لا، ما نقدر. ومو بس هذه، تطالب سادس تفكر بالمئة درجه، واحنا هدفنا الوصول بيك الى المئة درجه ان شاء الله، التوفيق. طبعا ايضا سؤال التوصيلات سنه ايضا اجى بهذا الشكل، راح نقراه وراح نعرف الدلائل مالته وشلون نواصل. يقول ماتش ذا بيجينينجز اند اندينجز، واصل البدايات مع النهايات، على مود تتكون الجمله كامله. انا هنا منطيك اياها هي والحل مالتها، لكن هي راح تجيك بالشكل المخربط اذا شفتها سنه 2022، السنه السابقه اجت بالدور الاول للاحياء. You shouldn't have any trouble doing the work. يقول لم تكن، سوف لم تكن لديك أي مشاكل خلال العمل. ليش؟ because it is very easy. very easy. فكلمة هنا، أنا كلمة trouble مناسبة مع كلمة it is very easy أو very easy، أختارها. جيد. It shouldn't take me more than 15 minutes to drive there. لم تأخذ مني أكثر من 15 دقيقة سياقة إلى هنالك. السبب طبعا 15 minutes، لاحظ هنا أنا، أو درايف، كلمة درايف مناسبة مع كلمة، هسه راح نقول لك، because there isn't much traffic، لم يكن هنالك ازدحام مروري. زين، much traffic مناسبة مع كلمة درايف. ثلاثة، they should be very comfortable. لاحظ they should be very comfortable، هم يجب أن يكونوا شبيهم مرتاحين. comfortable معناها مرتاح. because it is very nice hotel، لاحظ nice hotel مناسبة مع كلمة comfortable. أوكي،
هذا اللي في اللون الاحمر يطينياه بالشكل المخربط، واني انا اجيبهن يعني اواصلهن واكون جملة كاملة. زين، I can speak English and Arabic. هو جاي هاي، انا استطيع اتكلم اللغة العربية والانجليزية. So I should be able to talk to most of the visitors. فكلمة be able to talk to most of the visitors مناسبة، بإمكاني التكلم أو التحدث إلى غالبية الزوار. خمسة، if he's used computer before، إذا هو استخدم أو كان مستخدم الكمبيوتر من قبل، he should know how to use this software، برنامج software. كلمة كمبيوتر مناسبة مع كلمة software. ستة، اجت سنة 2022 وزارية، حط عليها اكتب عليها سنة 2022 بالدور الأول، اجت بهالطريقة هاي. if you send the letter today، إذا أرسلت الرسالة اليوم، she should get it by Monday، يجب أن تحصل عليها يوم الاثنين. هنا كلمة Monday مناسبة مع كلمة today. أوكي، يعني خاف طالب يحاول أنه يخلي له دلائل على مود يقدر يعني يعرف هذا المن بمن مرتبط على مود يكون الجملة كاملة. يلا طلابنا ناخذ السؤال البعده. أيضا عندنا هذا التمرين جدا مهم، كل هذه الأسئلة أو هاي التمارين تجيني باليونت الثالث، حاول طلابنا تقراهن. Give a word that's similar to the words given below، أعطي كلمات مناسبة إلى الكلمات أو نفس المعنى إلى الكلمات تحت. منطين هو كلمة branches معناها فروع، أخذ لها parts مناسبة معاها أيضا تعطيني بمعنى فروع أو تنطيني نوعيات. زين، join هنا join يرتبط become a member of ينضم، نفس المعنى join become a member of. انستول ينصب، put in تثبيت، لاحظ هنا maintain صيانة، maintain صيانة أو يحافظ على تشغيل، make sure it keeps working الحفاظ على عملها. شوف make sure it keeps working، استاذ شلون تجيني؟ انا اقول لك شلون تجيك، يقول لك branches صارت parts، سؤال الاملاء. join شو تصير؟ تصير فراغ، راح يقول لك فراغ. انت ايش تكتب له؟ become a member of. زين، officer ومعناه ضابط، someone in a higher position شخص ما في مكان عالي. supervise طبعا مشرف، be in charge of يكون مسؤول عن. وسبعة، civilian معناها مدني، outside military معناها خارج عن الجيش او خارج عن خدمة الجيش. civilian مدني، فعكسها او مناسبة لها سوري نفس المعنى تطي outside military. تمام، ايضا عندنا سؤال او تمرين التوصيلات. لاحظ empty طبعا معناها فارغ، package معناها متاع، unattended بدون رعاية أو مثل ما قلنا قبل شوية أنه بلا عناية. declare يعلن، واحد يعلن عن شيء. dispose of مطرود أو يتخلص من. number one طبعا تجينا على شكل تعريف أو مناسبة لها الكلمات، without someone looking after it بدون شخص أن ينظر إليها. شن هي؟ unattended بلا عناية، مثلا مساع قلنا انه المسافر ترك امتعته بدون ان يكلف له شخص ينظر لها، يعني unattended. bags and suitcases that carry possession on a journey، bags جنط وحقائب تحمل ممتلكات في الرحلة. شو اسمهن؟ package متاع او امتعة. هاي ثلاثة أيضا مكررة وزارية، there is nothing in it ليس هنالك شيء في داخلها. empty لاحظ معناها فارغ. throw away يتخلص من،
جوابها dispose of، و get rid of أيضا dispose of، بها اثنين انتبهلها زين. أوكي، خمسة، say you are carrying something you need to pay duty on. أنت تريد أن تقول شيء أن تريد تفعله، شو اسمه؟ declare، واحد يريد يعلن عن عمل أو شيء يريد يسويه. أوكي، شو صحيح له؟ declare. وناخذ هذا التمرين الأخير، طبعا مو هو الأخير من اليونت الثاني، لكن عندنا محاضرة ثانية إن شاء الله ننزل بها باقي التمارين مثل هذه. أوكي، عندنا complete the columns on the right with less formal words from the email. لاحظ هنا أنا يقول اكمل هذه الكلمات، منطينا هو فقط يقول لي هاي رسمية formal رسمي، وهاي less formal أقل رسمية. occurred معناها حدث، happened معناها حدث، occurred معناها وقع، injured مجروح اوكي او مصاب، hurt زين، alerted معناها ينبه، called يتصل ينبه ايضا، investigate يحقق، find out يحقق، property ممتلكات، staff ايضا تجي على شكل ممتلكات. زين استاذ شلون تجي؟ انا اقول لك شلون تجي. يقول لك بسؤال للاملاء occurred صارت happened، injured شو تصير؟ فراغ، تقول له hurt. اوكي بهالشكل هاي تجي، ينطيك هاي محلوله يريدها. استاذ هم تجيني بالعكس، مثلا يقول له happened صارت occurred ويريد called شو تصير؟ اي نعم تجيك بالعكس. اوكي لازم تنتبه لهاي الاشياء. لهنا طلابنا الاعزاء اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومه لكم ولو شيء قليل. لا تنسون طلابنا انه تحاول تشارك المحاضرات مع زملائك ليستفادوا اكثر، ويكون يعتبر هذا دعم منكم انه للمواصله للاستمرار والوصول بكم الى المئة درجه. لهنا طلابنا انتهت محاضرتنا، اتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بايصال المعلومه لكم ولو شيء قليل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.